خلينا بقى نروح لخبر آخر الحقيقة. يحيى السنوار رئيس حركة حماس المطلوب رقم واحد لإسرائيل، وهو ما زال حيا بعيدا عن أعين قوات الاحتلال الإسرائيلي اللي عايزة أنها تغتاله، لأن باغتياله هتكون حركة حماس بلا رأس أو عقلية كبيرة مثل السنوار. إسرائيل بتريد استهداف وقتل كل القيادات البارزة في حماس واللي بتعتبرهم صانعين أو ضالعين في هجوم 7 أكتوبر الماضي. تقارير دولية وصحفية بتتحدث أن السنوار بيتحرك في الأنفاق وبيتواصل مع العالم الخارجي ومعه أكثر من 20 رهينة وشايل حقيبة متفجرات. السنوار بيتفادى استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية زي الموبايل وغيره خوفا مما حدث في لبنان وتتبعه، وان ما يتمش تتبعه لاستهدافه زي ما حصل مع حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بيستخدم ورقة وقلم لتوجيه تعليماته واستقبالها. السنوار استغنى عن كل الوسائل الإلكترونية واكتفى بحاجتين اتنين، الرسائل المشفرة والرسائل المكتوبة بخط ايده، ودي الطريقة اللي طورها لما كان مسجون في إسرائيل. السنوار بيتسلم تلك الرسائل بيسلمها لعنصر موثوق فيه من حركة حماس، وبعد كده بتمر الرسائل على عدة أشخاص قبل أن تصل إلى وسيط عربي أو عضو في حركة حماس بالداخل، والأخير ده هو اللي بيمرر ده للشخص أو للرسائل إلى أعضاء حماس في الخارج، سواء عن طريق الهاتف أو طرق أخرى. ده اللي مكتوب عن أو بيتم تداوله إزاي أن السنوار بيتفادى الاستهداف. المواقع الإخبارية ربما اهتمت بأخبار السنوار، وكتب موقع الحرة إسرائيل تدرس صفقة تسمح بخروج السنوار من غزة إلى السودان. جديد كمان أن موقع العربية نشر عنوان وجهة لا تخطر على بال، مقترح لإبعاد السنوار مقابل الأسرى، وبيظل السؤال أين يختفي السنوار. طبعا محدش عارف مكانه وكل دي مجرد تقارير.